أحمد فرحات واحد من أشهر الأطفال في السينما المصرية، فبدأ مسيرته الفنية وهو عنده 8 سنين، وشارك كبار الفنانين في كتير من الأعمال الفنية الخالدة لحد النهاردة. فشارك الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب، وظهر مع الفنانين هند رستم وعمر الشريف وسعاد حسني في فيلم إشاعة حب، وكمان اشترك في بطولة فيلم سر طاقية الإخفاء مع الفنان عبد المنعم إبراهيم، وحقق نجاح كبير بموهبته الفنية في سن صغير. والدة فرحات ما كانتش مرحبة أبدا بشغله في السينما علشان ما ينشغلش بيه عن دراسته ومستقبله، لكن والده كان مرحب جدا، مش بس علشان أجره في الأفلام، لكن لأنه بيشوف الممثلين ويقعد معاهم، لأن والده كان هو المسؤول عنه وعن أعماله وبيروح معاه دايما في كل مواقع التصوير. وفي تصريحات تلفزيونية كتيرة اتكلم فرحات عن حب الفنانين ليه، وقال أنه ما كانش بيسعى أبدا علشان ياخد أي دور، لكن المخرجين والفنانين كانوا بيحبوا يستعينوا بيه في أفلامهم بسبب خفة دمه وسرعة بديهته. وقال ان انطلاقته الحقيقيه كانت في فيلم سر طاقيه الاخفاء، لان مساحه الدور كانت كبيره وسمحت له بابراز موهبته. واحمد فرحات كان مميز بشكله وبصوته، واتكلم قبل كده عن سبب مرضه اللي سبب له قصر القامه وحقيقه اصابته بيه بسبب عوامل وراثيه. واكد فرحات انه الوحيد في عيلته المصاب بمرض في الغدد هو اللي سبب له قصر القامه، لكن والده واخواته احجام جسمهم عاديه. اما عن بدايه دخول فرحات للوسط الفني فكانت بترشيحه للمشاركه في فيلم مجرم في اجازه لفريد شوقي وعماد حمدي، بعد ما شافوا صديق والده في أحد المسرحيات المدرسية، والمخرج صلاح أبو سيف قرر تجهيزه للفيلم من غير أي اختبارات، وكان أجر فرحات في الفيلم ده 10 جنيه في مشهد اتصور في 4 ساعات بس، ووقتها كان راتب والده الشهري نفس 10 جنيه. وبعدها صور فرحات كم مشهد لفيلم شمس لا تغيب لزبيدة ثروت وشكري سرحان، وكان أجره برضو 10 جنيه. وفي سنة 1958 بعد مشاركته برأسه في فيلم شارع الحب مع عبد الحليم حافظ اتفتح له الطريق الفني، وكان بيستشير عبد الحليم حافظ بعدها في كل الأعمال اللي بتتعرض عليه. وفي نفس السنة شارك في فيلم كهرمانة مع هدى السلطان، لكن مشاهده في الفيلم اتحذفت وما ظهرش غير مشهدين بس اتصوروا في يوم واحد، وأخذ جنيه واحد كأجر بس في التصوير. اتعرف على الإذاعي عمر فهمي اللي رشحه لساعة لقلبك، وكانت تجربة ساعة لقلبك من التجارب الاستثنائية بالنسبة لي، لأنه حقق شهرة واسعة واكتسب خبرة كبيرة وتعاون مع عدد كبير من الممثلين والممثلات، وبرغم بطولته لكتير من الحلقات في ساعة لقلبك إلا أنه ما أخدش غير 50 قرش بس. وفي سنة 59 كان فيلم سر طاقية الإخفاء واقف لفترة طويلة عند المنتج علشان مش لاقيين طفل يقدم الدور، والشركة المنتجة للفيلم اختارت فريق العمل كله وما كانش فاضل غير وجود الطفل الفصيح بس، لحد ما تم اختيار فرحات للدور وكان أجره وقتها 60 جنيه. وفي سنة 1960 لما كان فرحات عنده 14 سنة اختاروا المخرج فطين عبد الوهاب لفيلم إشاعة حب، وكان دوره عبارة عن جملتين بس، فقال له فطين عبد الوهاب هتدخل تقول سيداتي أنساتي سادتي وأنا هنقل الكاميرا على هند رستم. فطلب فرحات من الأستاذ فطين أن يقول نكتة في الفيلم، فقال له فطين سمع للنكتة الأول، وبعد ما سمعها عجبته جدا، وكل النكت والإفيهات اللي قالها فرحات في الفيلم كانت من تأليفه وما كانتش موجودة في السيناريو. أما أنا دلوقتي بقى هقول لكم نكتة. في واحد مسمع وحسي قال له إيه أقول يا ابني، ما هو القضاء والقدر وما هي النصيبة؟ قال له القضاء والقدر لو حماتي ماشي على الكوبري ورحت وقعه غرقانة، قال طب وما هو النصيبة؟ قال له النصيبة بقى لو طلع. وفي سنة 61 رشحه المخرج حسن الصيفي للمشاركة مع إسماعيل ياسين في فيلم إسماعيل ياسين في السجن، وكان بيقوم بدور الطفل اللي بيحب بنت الجواهرجي، وده كان أول فيلم يوقع فيه عقد عمل باليوم، وكان يوم التصوير ب5 جنيه، ولكن الرقابة حذفت مشهد الحب بينه وبين الطفلة بنت الجواهرجي. أبوي عاوز يجوزني، يا الواحد متعلم وعنده شهادة عالية، يا الواحد جاهل وعنده فلوس، وانت لا كده ولا كده. أنا عندي أخلاق. هما بيهموش الأخلاق، أصل أبوك سايغ. وماله هو سايغ وحش؟ ما قلتش وحش، أنا بقول إن هو مقدرك وعارف تمني. وفي سنة 67 شارك فرحات في فيلم معبود الجماهير مع عبد الحليم حافظ وشادية، وكان أجره في الفيلم ده 120 جنيه. وبعد نكسة 67 بعد فرحات عن الفن، وقال إن الفنانين وقتها سافروا بيروت، ولما رجعوا مصر كانوا بيتكلموا عن المخدرات والعصابات، وكان وقتها في ثانوية عامة وتخصص في الاتصالات وبعد عن الوسط الفني. ومن الحاجات اللي مش معروفة لكتير من الناس إن أحمد فرحات اشتغل فترة في الرئاسة وقت حكم الرئيس السادات ومن بعده الرئيس مبارك، وكانت مهمته تأمين والحفاظ على سرية اتصالات رئيس الجمهورية. وحكى فرحات موقف إن الرئيس مبارك أول ما شافه قال إيه ده، هو الموظفين جايبين عيالهم معاهم؟ وكان معاه الدكتور جمال عبد العزيز وقتها، وقال للمبارك إن هو شخص مجتهد جدا في شغله. وقال فرحات إن يومها حسيت إني مبسوط وشغال مع ناس مقدراني. وبعد سقوط نظام مبارك ووصول فرحات لسن المعاش قرر يرجع تاني للفن،
واخر ظهور ليه كان في فيلم نص يوم سنة 2021 وفي مسلسل العيلة دي سنة 2022. اما عن حياته العائلية فتجوز فرحات 3 مرات لكنه ما خلفش بسبب مشاكل الغدة وفكر في تبني طفل، وبالفعل راح مع مراته علشان يتبنوا لكن طلبه اترفض بسبب تجاوزه هو ومراته العمر المسموح بيه. وتوفى الفنان احمد فرحات يوم 21 يوليو 2024 باحد المستشفيات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 74 سنة، وده بعد تعرضه لوعكة مفاجأة قبل ايام من وفاته، فحس بتعب وراح للمستشفى وتم تشخيصه بجلطة في المخ، وفضل في العناية المركزة في مستشفى المعادي العسكري تحت الرعاية الطبية المشددة لحد الوفاة. ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.